السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله فيه الفران كما كتشوفوا معايا ديال لا مارك مولينكس. بالنسبه لهذا الفران فانا حطيت هذا الفيديو بالنسبه للناس اللي ما كتبغيش الفور يكون الحجم ديالو كبير بزاف. بالنسبه لهذا الحجم ديال هذا الفور فهو 39 لتر. وبالنسبه لي مولينكس كما كنعرفوا لا مارك ديال فرنسا، بالنسبه لهذا الفور فيه كاع لي مود دو كويسون اللي تقدروا تحتاجوا، فيه شويه ديال الدجاج، فيه كيشعل من الفوق ومن التحت، كيشعل من الفوق بوحدو، كيشعل من التحت بوحدو، كيشعل من التحت افيك فونتيلاتور، وفيه حتى البروغرام ديال ديكونجلاسيون، الا خرجتي شي حاجه من الفريغو يمكن لك ديريها تنطلق شويه على ما تقدري تستعمليها. كما كتشوفوا معايا الشكل ديالو هو هذا. وبالنسبه لهذا الفور عنده 3 بوطون في على اليسار بحال كاع لي فرانات الاخرين. البوطونه الاولى فيها الحراره والثانيه فيها لي مود دو كويسون، والتحتانيه فيها لا مينيتري كتوصل حتى ل 120 دقيقه. وبالنسبه لهاد لا بوطون هادي كتحكم في شويه ديال الدجاج، البرونش ديال الدجاج واش تخدميها ولا لا، بغيتي تخدميها كتشعليها، ما بغيتيش ما كتشعليهاش. بالنسبه للفور من الداخل كما كتشوفوا معايا هو هذا، فيه طبسيل وفيه الشبكه وفيه شويه ديال الدجاج. وبالنسبه للزجاجه ديال الفران فيها دوبل فيتر، يعني جوج ديال الزجاجات، زجاجه من الداخل وزجاجه من على برا. هذه بالنسبه لهاد لي موديل ديال البيبان ديال الفران، كيكونوا في الفرانات اللي كيكون الموديل ديالهم مزيان، فهي كتمنع ان الحراره تخرج برا، تقدري تقيسي الفران من على برا وما تلقايش الباب ديالو سخون. كما كتشوفوا معايا هذا الفران فيه حتى هو الفونتيلاتور باش ديجاجي لا شالور في الفران كامل. هذا هو الحجم ديالو وهذا هو الشكل ديالو كما كتشوفوا معايا. بالنسبه لهذا الموديل ديال هذا الفران ديال 39 لتر فما مولينكس مخرجه ثلاثه د العبارات، فيه كاين الكبير وكاين المواسط وكاين الصغير، كاين حتى ديال 30 لتر وكاين ديال 60 لتر وكاين هذا ديال 39 لتر او لا 40 لتر. كنتمنى باش الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. كنتمنى اللي مازال ما اشتركش معايا في القناه يشترك معايا في القناه. اي استفسار اي تساؤل تخليه لي كومونتير، وشكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء.